عام هجري جديد بيبتدي النهاردة أول أيامه. كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة ومصر والعالم كله يا رب بخير وسعادة. ولأن دورة الإنشاد بدأت من مصر، كان من الجميل أن احنا نبدأ معاكم العام الجديد بالابتهال والأراشيد. هنبدأ طبعا، بنرحب طبعا في البداية في فقرتنا بالمنشد والمبتهل عبد الرحمن بلالة اللي منورنا. صباح الخير عليك يا حاج عبد الرحمن. كل سنة طيبين. يا أهلا بيك، كل سنة حضرتك طيب. طب الساعة والسلامة. نبدأ على طول كده بالابتهالات الخاصة بداية العام الهجري إن شاء الله. لما طغى الكفار جه أمر بالهجرة، لما طغى الكفار جه أمر بالهجرة، ربك حكيم وأشار عليك بالهجرة. هجرة هدى وإيمان ونور وخير وأمان ونصرة للإسلام والأمة الإسلام، واللي أشاع السلام في الدنيا دي الهجرة، واللي يريد ربنا في الكون لازم يجرى. هجرتك يا رسول الله حكمة جليلة لأمر الله، هجرتك يا رسول الله حكمة جليلة لأمر الله، عزة ونصرة للإسلام، مجد ورفع لدين الله. هجرة مكة والكفار إلى يثرب والأنصار، هجرة مكة والكفار إلى يثرب والأنصار، هجرة ليل إلى نور ونهار، سمع وطاعة الأمر الله. كانوا الناس عايشين في ظلام وبيعبدوا حجر وأصنام، كانوا الناس عايشين في ظلام وبيعبدوا حجر وأصنام، جيت يا محمد بالإسلام وقفوا لك أعداء الله. الكفار في شحاب أسروا، الكفار في شحاب حصروك، وكل اللي معاك وأذوك، والأنصار أمنوا ونصروك وقفوا معاك في طريق الله. كانوا الناس أسياد وعبيد، كانوا الناس أسياد وعبيد، عربي وعجمي وعبد وسيد، جيت بالعدل وفكر جديد، كل سواسي أمام الله. هجرة من الباطل للحق والإسلام بيها تحقق، هجرة من الباطل للحق والإسلام بيها تحقق، وعشانك القمر انشق يا محمد يا رسول الله. الأنصار في الله حبوك وقفوا معاك بعد ما عهدوك، وبالظهور خرجوا يقابلوك وقالوا لك يا حبيب الله، طالع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع،
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب خليني برضو أعرف من حضرتك يعني اختيارك للكلمات والألحان يعني بتعمله إزاي بتقوم بيه إزاي؟ إحنا كنا زمان يعني في حاجات للهجرة دي بتتقال حدوتة يعني هقول الجزء مثلا من الحدوتة القصة عموما بتاعت الهجرة زي ما حضرتك قلت دلوقتي لا امال ايه هنا عمق الموضوع ان احنا لولا النهارده لولا يوم زي النهارده ده ما كانش لينا وجود ما كانش في وجود لامه محمد خالص هو ده اليوم اللي بسببه احنا بقى لينا وجود ده العمق اللي احنا بنتكلم فيه بالنسبه للهجره ان الناس كانوا عايشين حياتهم عامله ازاي والاسلام عمل فيهم ازاي دي كلمات الشاعر الاستاذ يوسف طه هو دايما حتى ما بيكتب لي بيكتب لي في عمق الموضوع يعني انا كنت بتكلم دلوقتي عن الهجرة واللي كان فيه واللي حصل بكده لكن ممكن أتكلم عن الهجرة بطريقة تانية أو غنى تاني ممكن اللي في الابتدائي يبقى عارف أنا بقول إيه يعني على سبيل المثال الحكاية مثلا يعني بتحكي الحكاية مثلا جزء من الـ من الـ من القصة يعني فضل. أنا مبتدايا أمدح في محمد النبي العربي الممجد ومن زار النبي أسعد خير البرية يا زين يا محمد يا محمد يا حبيبي يا دوالي العين طيبي أنا خدت مدحك من نصيبي خير البرية يا زين يا محمد يا محمد يا ابن رامة يا مظلل بالغمامة يا محمد يا ابن رامة يا مظلل بالغمامة انت شفيع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم النبي وابو بكر اتنين أبو بكر سخيل يدين النبي وأبو بكر اتنين النبي أبو بكر سخيل يدين العنكبوت خيم عزين خيم عليه في الغار وكساه كان النبي في حالات النوم نزلت دموع أبو بكر تعوم كان النبي في حالات النوم نزلت دموع أبو بكر تعوم جت على خد النبي صحاه قال له مالك يا صديق هو في الوكر حصل لك ضيق قال له صعبان في الوكر عطيق أرسني يا رسول الله قال له تعالى يا صعبان ياللي عبت وعيبك بان بتقرس أبو بكر العدنان مش خايف من هبت الله قال له جيت يا باهي الجمال وجاء يجري على الرمال أرسته يا رسول الله ولا أعلم إني السم أذاه قلست عليك حيل العين ريق النبي مرهم وشفاه عليه الصلاة والسلام. حضرت أنت بكل تأكيد وأقمت حفلات في مثل هذه المناسبة من زمان يعني مش بتكلم حتى في الأيام دي احكي لنا كده ذكرياتك مع المنشدين وقت ما كنت انت لسه في البدايه مثلا وبتحضر مناسبه زي المناسبه دي مع كبار المنشدين والمبتهلين. هو كان يعني كان زمان في البدايات كانوا هم يحبوا اللغه العربيه قوي
يعني انا يعني انا من قريب كده كان حد ما اعرفش جاب نص ابن امي منزله لي كده عن الحج. انا كنت ممكن كنت نسيت الكلام، انا كنت حافظه من الشيخ محمد عبد الجليل رحمه الله عليه. طوبى لهم اذ نالهم ورضاهم لما سعوا بين الصفا والمروه وسائر الاركان. كان بيتكلم عن الحج كده. هم كانوا بيحبوا الاشعار قوي. انا كنت بميل يعني انا احب اللغه العربيه، بس كنت اميل قوي الحاجات اللي زفاها القصص دي. كانت الناس تحب قريبه من الناس قوي اللي هي بتحب الحكايه دايما. اللغه العاميه دي كده. حتى كمان كان في جت فتره من الفترات في مصر كان في مثلا الشيخ طلعت حواشه، الشيخ محمد العزب، دول بقى يعني ايه، الشيخ محمد عبد الهادي، دول تخصصوا في القصص بس يعني. الشيخ دول كلهم كانوا مبتهلين في الاذاعه. يعني الشيخ طلعت ده كان مبتهل في الاذاعه، والشيخ محمد عبد الهادي، ودول كانوا مبتهلين بس كان بقى ايه غاويين يقولوا قصص. فكانت القصص دي تشد الناس قوي يعني، الناس طبعا حابين الموضوع ده قوي. لدرجه مره واحد جابني مره في شغل، وبعدين ده اللون الوحيد اللي ما قربتش منه بقى خالص، اللي هو حكايه فلان وفلانه. يعني مثلا ايه يقول لك عرفه وعرفات، حامد وحميده، يعني اي اسامي كده اسمه، ويبتدي يحكي موضوع وعن طريق الانشاد يتكلم جوه في مواضيع بقى ايه عن 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 حدوته يعني بابتداء كده. الناس كانوا مشدودين قوي الموضوع ده، وكان ايام الكاسيت كان الموضوع ده. فواحد مره جابني في شغل في محافظه المنصوره. المشكله ان هو ساعه ما جيت تافه معايا كنت في الاحتفال بأول سيدنا الحسين. فما شافنيش بقول قصص، فجيت اغني كلام يعني الموضوع مش راكب مع الناس. وبعدين بقى ايه، انا المفروض انا في الليله الاساسيه بقى، الليله الكبيره بتاعت المكان اللي انا شغال فيه ده، ما فيش حد يقول حاجه الا انا بس. كل الحرف والحاجات دي تتبطل، الشيخ اللي هيقول الموضوع ده ماشي. كل ما اجي اقول للبلد كلها تقوم يصفروا كده، طبعا مش عاجبهم الوضع والدنيا. فالمهم واحد قال لي يا عم قول لنا قصه، دول عايزين قصه. فابتديت اقول قصص يعني قصص اسلاميه من القصص بتاعتنا، مثلا سيدنا هاجر، الغزاله لمضامنها النبي، قصه الهجره، يعني عارف القصص دي يعني مش راكبه الموضوع، مش راكب معاهم. هم عايزين بقى ايه الحدوته اللي بتتقال دي. فقعد قال لي لا مش دي. عايزين انا بقى عرفت بقى اخيرا بقى الكلام ده مثلا كان ايه المفروض ان انا ايه يعني هنخلص مثلا الساعه ايه 3 مثلا، ده عشان اذان الفجر، فلسه قدام مني ساعتين. ففي الساعتين دول لازم اقول قصه او قصتين، يعني القصه كانت بتبقى ساعه يعني. فهما كمان ليهم طريقه في الاداء غير الغنى اللي بيتقال ده. وانا يا دوبك جيت في دماغي بقى حاجه ايه اسمها حامد وحميده. فقمت قايل ايه بقى؟ خد بالك من الطريقه بتاعت الاداء بقى. ياللي نويت تقول للاله حامد ايدك على الرزق القليل، ولرب العباد حامد هحكي لك دور كلام معقول، اسم البنية حميدة والفتى حامد. انا بس قلت دول في الاول هم كانوا مستنيين ده، لقيت البلد اتقلبت. فطبعا عشان اكمل بقى البوان، واصل دور من الاول اللي توحدوا الله كان جنبيهم راجل اسمه محمد الشاذلي، والراجل الحر مش انا، وقوم قايل موال، قوم قايل موال. ما لا ده انا قلت الفرقه واحد واحد، ده انا جبت اسامي الفرقه اللي معايا كل واحد واحد، وابتدي اقول موال عن الجيره. وانت عارف يعني ايه الحاجات اللي العلاقات الحاجات فيها الانسانيه والعلاقات الاجتماعيه يعني. والراجل الحر تتمنى تكون له جار، يحميك من الشر اللي هضله كما الاشجار، ويحط ايده في ايدك على الزمن لو جار، العشره هي كده، واخش على الجار وواحد نقول او ابتدي. انت محتاج قاعده بقى للقصص دي. لكن انا دلوقتي بتكلم عن الاحتفال بالهجره. زمان لما كان المنشدين والمبتهلين الكبار بيحتفلوا بهذا اليوم، هل حضرت حاجه زي دي وكنت مثلا موجود كمستمع او في بدايه مشوارك؟ الاساس في ده اللي هي دلائل الخيرات والبرده البصيري المديح، مفهوم طبعا. وطبعا لازم طلع بدر علينا، دي الاساس يعني. دي اللي كانت البدايه حتى بالنسبه لل. هل كان في اي موقف مثلا انت فاكره حصل لك في حفله من الحفلات دي؟ لا انا كنت يعني انا في البدايه كنت بحضر معاهم الحاجات دي عشان كنت بحفظ لسه منهم مفهوم الابيات دي منهم يعني. يعني عارف كان هم كانوا بيقسموا كمان اللي يعني ايه كل واحد زي ما مثلا بيعملوا ختمه قران كده. عبد الرحمن مثلا من جزء كذا لكل جزء، محمد من جزء كده، كان بيتقسم كده. فالبورده كانت بتقال كده يعني، كانوا بيبقوا مظبطينها كده. دي ولذلك دي من اكتر الحاجات اللي لحد دلوقتي عايشه معانا يعني. كمان بورده البوصيري دي من الحاجات اللي من قديم الزمن والناس حبينها يعني. لكن طبعا لازم كل الهجره يبقى لازم طلع البدر علينا كلها كامله تتقال يعني. طيب تحب تسمعنا ايه دلوقتي؟ انتوا عايزين تسمعوا ايه؟ شوف انت مجهز لنا ايه. احنا معاك
لا والله اللي انتوا بتقولوا علينا مش انت معاك انت بالذات يعني انا ممكن طلع البدر وعليا بس كامله بقى او جزء منها كبير شويه. طب نقول حاجه من البورده بعد كده ماشي اتفضل. الحمد لله الذي انار الوجود بطلعه خير البريه. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر الجداية قمر الجداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية الصرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام حبيبي سيدنا النبي روح الوجود انت حبيبي سيدنا النبي روح الوجود انت انا ليا مين في الورى انا ليا مين غيرك انت مين يا مصطفى مين ركب البراق غيرك انت المولى يغفر ذنوبي والشفاعة لك انت مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم أول الأولين يا آخر الآخرين شفوق على الغلبة والمساكين إمام الواصلين جليس الذاكرين أنيس الموحدين أمان الخائفين نجاة الهالكين إمام المتقين قائد الغر المحجلين يا من للأمة شفيع ضمين أنا في جادك والحاضرين طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح السرور طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما
ما دعا لله داع. عليه افضل الصلاه والسلام. نورتنا وشرفتنا يا حاج عبد الرحمن، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب حبيب قلبي. المنشد والمبتهل عبد الرحمن بلاله، شكرا جزيلا ليك.